السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الكرام حياكم الله، معي أنا زياد الشهري في البرايم في كاريزما من موسمه الثاني. مرحبا ومسهلا فيكم وفي كذلك من يشاهدنا عبر اليوتيوب والبث المباشر باسمي واسمكم مشاهدينا الكرام. أرحب بنجوم هالنسخة، يا مرحبا ومنورين الدنيا. ذكر يوم من الأيام في نفس الشعار ولكن على مسرح مختلف، نفس الأشخاص ولكن بأرواح مختلفة. ذكر أنا العناد، أنا الطموح، أنا الأمل، أنا الوقوف رغم الظروف، أنا فلان. وذكر كذلك وقف هالوقفة يا فلان، لأنها دائما وأبدا تكون وقفة الواثق في نفسه. حققوا إنجاز عظيم، قدسية بعض التواريخ لا يمكن تجاوزها. فباسمي واسمكم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يناولكم نجاحات عظيمة كما حصدها أبطال سكريبت في نسخته الأولى. قلوا يا رب، عسى فالكم التوفيق إن شاء الله. ننطلق اليوم في هالبرايم الجميل جدا بوجودكم. عندي عتب بسيط جدا، أتمنى أنكم تتقبلونه بصدر رحب كما وجدتم وولدتم أحرارا، فالحر يعاتب الحر، أما عكس ذلك فلا له عتاب ولا له مسمع. في الإعلام بشكل عام، ارفعوا لي الصوت شوي عند الشباب هنا. في الإعلام بشكل عام يا أصدقائي، قاتلك الوحيد واللي ينحرك من الوريد للوريد هو الاستهتار. هذا في الحياة ولكن في الإعلام بشكل خاص جدا. أعتبر الإعلام أنا مثل توقيت الطيارة، اللي وقت الإقلاع فيها محدد ووقت الهبوط كذلك محدد، لأن أي تأخير في إقلاعك أو هبوطك هو يسبب مشاكل لا نهاية لها. في الإعلام بشكل عام، متى ما بدأ الاستهتار يدخل حياتك اعرف أنك انتهيت. النصيحة هذه توجه لمن قطع شوط في الإعلام وبدأ يستهتر. المصيبة من استهتر وهو لازال في أول خطواته. يشهد الله سبحانه، ماني بملزوم أقول لكم هالكلام لو لم تكن في وصايا على زياد من أمه في المقام الأول: يا زياد تراهم مثل أخوانك. ولأنه في قناة الواقع ولأنه برنامج واقعي فيحق لي أن يتكلم بهذا الكلام البسيط لعله يصل إلى ألبابكم. والله العظيم تعمدك للتأخير، تعمدك للغياب، تعمدك للإسفاف أحياناً بذاتك أولاً ثم من تكون معه، هذا كله جالس يغذي عقلك الباطن بأشياء ضريبتها مستقبلاً كبيرة جداً وعظيمة. فأرجوكم يا أخواني، الإعلام حرب ولن يصمد فيها إلا من يحترم وقته ويحترم من يقدم أو من يكون معه في نفس الساحة. عسى الله يوفقكم جميعا. السحابة سودة لكنها بتعدي، الغيمة حيل سودة لكنها بتعدي، وهي بإرادتكم. تأكد إذا كان المقدم عندك في هالبرنامج يبحث عن خطوة نجاح، وهذا الواقع زيادة أو غيره، الله أعانه وصعد في السلم كثير وجالس يبحث عن خطوة ثانية، ولكن أنتم جالسين تبحثون عن السلم لكي تبدأوا في صعود خطواتكم. يا رب أن الكلام وصل، وآسف على الإطالة. نجومنا اليوم إن شاء الله معي 6 فرسان بنخوض أنا وياهم برايم هالأسبوع، برايم اليوم 42 من كاريزما. الأصداء جميلة، وإن كانت جميلة فأنتم من رسمها، وإن كانت سيئة فأنتم من رسمها. أنتم اللي معكم اللوحة ومعكم الأقلام، إحنا نجي أحياناً نضيف شوية لون ونمشي، ولكن الوقت والتاريخ والأيام كلها بين أيديكم بعد الله سبحانه وتعالى. 6 نجوم، 6 قوالب، 2 جولات، وفالكم التوفيق إن شاء الله. ولكن لعلي أبارك للهلال ومحبينه وجمهوره حصولهم على كأس غالية جدا تحمل اسم الدرعية وهو السوبر السعودي، وأقول هارد لك في المقام الأول للدون وكافة محبين النصر.
معوضة إن شاء الله. نايف ثامر مبروك عليك الحصانة، الله يبارك فيك، الله عتك وما كنت معايا اليوم، الضو أو ضي المسرح ناقص شوي، لكن الشكوى لله ما لي إلا الصبر. اللون الأخضر معي اليوم إن شاء الله، أول نجم معي سعود علوش، تفضل يا أبوي على يميني. سعود علوش لمباتك خضراء، بداية البرايم لكن نهاية ما ندري، العلم عند الله سبحانه وتعالى. لأول مرة يميني لا أنت يا سعود، اقرب من الشر تامنة. النجم الثاني اللي معي اليوم يشرفني لأول مرة على خشبة هالمسرح وبيزودني بوجوده، حشر لا هنت، تفضل باللون الأزرق، حشر الفهاد. أما الثالث باللون الأبيض، أي لون طعم على يمني لا هنت أو على يمنا سعود. الثالث باللون الأبيض اللي يخجلني بكلامه وأستمتع لا شفته لكن لا واجهته في فقرة، فهو عدو الليس، النجم سالم جديع، تفضل يا سالم. على يمنا حشر لا هنت. أما اللون الأصفر فهو من نصيب ناصر البريك، لأول مرة يشرفني على هالمسرح. ناصر تعال على يمنا من الجهة الثانية، من خواكم ما فيه شمال. النجم الرابع اليوم أو الخامس عفوا باللون البرتقالي نايف اليامي، منور المسرح لأول مرة كذلك. أما اللون الأحمر هو من نصيب محمد الودعاني، تفضل يا محمد. ستة أشخاص اجتمعوا معي على المسرح، بننطلق اليوم إن شاء الله في رحلة جميلة كعاداتها، ولا فيها أي خلل بإذن الله، ثقة بمن يقدم وكذلك حبا في من هم معه على المسرح. اللون الأخضر عندك سعود، عندنا ست مراحل إن شاء الله، كل مرحلة فيها نتيجة أو قيمة معينة، عارف الفكرة واعتقد الجميع عارفها، حظك ونصيبك، نتوكل على الله. اسمح لي أروح بس الحشر، الله لا يهينك، حشر نورني يا مرحبا، يلا حية، أسعدها من فرصة. شو أبو سلطان عليك؟ والله ما نعلم، أحب تركي ترى وأستاذ والله وموجه على طعم، بس القفلة ما عجبتني. شوف أنا بعلمك، قمت تبرر فجأة الكرسي فاضي. أنا بعلمك الحين تقدر تبرير بنقدمه والباقي على الله سبحانه. سبحانه أبو سلطان طال عمرك، يمكنها أكبر منه سن كمقام وتقدير، وأكبر منه ما فيها شك، اللي بعده وكإعلام جميل، هذا اللي عندي. فين التبرير؟ التبرير هذا قدمنا التبرير قدمنا يومي. سالم منورني، شكرا على كلامك وعلى ثنائك، ما استحقه ولكن الله يجبر بخاطرك. الله انك وافي ومتعدي بعد، الله يرحم والديك، يطول عمرك يا حلوك يا زينك. نتوكل على الله يا شباب. نايف شرفتني، الله يشرفك، ونورت مسرحك تاشلا ومكانك تاشلا، وزدتنا جميعا الله يرضى قدرك. شو امورك؟ ابشرك ساك بخير. والله ابشر، في عندي قاعده على المسرح، طالع قدام شام طالع، بديت وجهك للي مثلك ما يلتفت للخلف، الله خاش جعلك على القوه. ناصر شرفني كاول زياره لك اليوم، الحمد لله. كيفك؟ والله الحمد. عندك مشاكل معي؟ لا والله، بس اللي يقول سبحان اللي صور السبحة احسن لهت. صوره سبحان اللي ايش خليك احسن صوره، ولا جيت جنبك زاد جمالي يا حبيبي. الله لا يخليني وجهك قدام له انت. سعود من واحد لستة يا عيني، عطني رقم أربعة. عطوني رقم أربعة يا شباب، وخلنا نشوف حظ سعود فيه وش. مرحلة يا سعود وأنت باللون الأخضر، تبغى تعطف على أحد وتبدل معه وتأخذ مركز غير الأول اللي أنت فيه؟ بالوقت ماشي معك، لا فكر، عندك سالم، عندك حشر، عندك ناصر، عندك نايف، عندك محمد. محمد في اللون الأحمر، ودك تبدل أنت وياه؟ لا. صامل؟ صامل. مبروك عليك مرحلتك، والله يستر عليك من المرحلة الثانية. اللهم أمين. كيف؟ اللهم أمين. يا رب العالمين. حشر؟ أرحب. من واحد لين ستة يا بعدي مع أداء أربعة. عاد الأربعة. أعطنا ثلاثة طلع. رقم ثلاثة الحشر. شقلبوا لي الدنيا، خلينا نشوف ايش في ثلاثة يا رجال. شقلبوها. سؤال بدون خيارات يا حشر. السؤال بدون خيارات هذا عليه 500 نقطة.
في حال جاوبت ألف تلريون مبروك. جاهز؟ جاهز بإذن الله. صحة يا عتيبي. صحة يا عتيبي. ألف لا بأس. الله يسلمكم. أعطوني صوت حبيبنا عبد الله. لا بأس يا أبوي. الله يعافيك يا أخي. لا بأس فيك حنية يا أخي، بس الفقرة حقتك ما فيها حنية. خل عنك الوقوف عند البيبان وبتروح الكحة. حبيبي أبو العباس. الله يخليك. ألف لا بأس. طيب حشر سم. سؤالك يقول يا بعدي عطنا السؤال. الصوت يا سيف. السؤال يقول: من القائل همة السعوديين مثل جبال طويق؟ 30 ثانية. عد السؤال. من القائل همة السعوديين مثل جبل طويق أو جبال طويق؟ جبال طويق. المرة الثالثة. من القائل همة السعوديين مثل جبال طويق؟ محمد بن سلمان. إجابة صحيحة. هو ولي العهد السعودي. ولي العهد السعودي. طبعا إجابة حشر مع حفظ الألقاب أكيد، ولكن ما يلام بالتوتر اللي هو فيه. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره شموخك وبقائك وعزك يا سيدي. مبروك عليك 500 نقطة يا حشر. الله يبارك في أيامك. سالم يا سالم. قده على الطيب. ضاري. أعطني من 1 إلى 6 ما عدا 4 و3 أعتقد. نعم واحد. رقم 1. أعطوني 1 سالم يا أصدقائي في الكنترول. سؤال باتصال يا سالم. تسمح لي يجي عندك سالم؟ تفضل. الله يزيد فضلك سالم. الشباب أخواني في الكنترول الآن راح يتصلون على فريق الدعم. جميل. في حال جاوب مبروك عليك 500 نقطة. في حال ما جاوب مبروك عليك الخصم 500 نقطة. تخيل ان في ناس في الكنترول الان، واوجه له احترامي ووقفتي الصادقه استاذي ومعلمي من كنت في الاعلام محمد اباظه، رغم الخساره وهزيمه النصر اليوم جالس يخرج. يعجبني الشخص اللي ما يخلط بين لقمه العيش والمشاعر. هذا مهني ما شاء الله. من هو؟ مهني. ايش معنى المهنيه؟ يعني يفرق بين العمل وبين احاسيسه وبين اموره. الله الله الله. جميل زيك ابو سعد. فين تعلمت هالاشياء تبارك الله؟ تعلمت منك. الله يرحم والديك. عند القدوه. الله يجبر بخاطر. اجلس. لا اوكي. الاتصال جاهز يا شباب. كيف النت عند فريق الدعم؟ والله ما ادري. من تتوقع؟ اللي انا عارفه ما في. من تتوقع بيكون معنا في الاتصال؟ الله ما ادري. شباب نقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ارفعوا لي الصوت شوي او اعطوني اياه في الادفيز يا شباب. مساء الخير يا ابويا وصباح الخير. نبارك اخوك. يا مرحبا مساء النور. شلونك ابو سعد؟ الله يحييك. بخير بسمع صوتك. من معي يا قلبي؟ معك مبارك بن زيع طال عمرك. ونعم وسبعه انعام يا مبارك. منور الدنيا. كيف امورك؟ ابشرك بخير ونعم. الله يطول عمرك وينور حياتك. مسي عليك المتسابقين كلهم. والله يشكرهم جميعا. الله يمسيك بالنور يا بعدي. ازرق ولا اصفر اليوم يا مبارك؟ ازرق. سألت انا هو. والله ليهينك. مين؟ ازرق ولا اصفر اليوم؟ ازرق دائم ان شاء الله. هتم من الفرحه. جاهز للسؤال؟ جاهز. طيب شباب الصوت ارفعوا لي شوي له انتم. سؤالك يقول ومعك 30 ثانيه: من بدون خيارات طبعا، من مؤلف كتاب لا تحزن؟ مؤلف كتاب لا تحزن؟ نعم. الشيخ الدكتور عاضي القرني. إجابة صحيحة يا مبارك. ونورتني وسعدتني باتصالك وتواصلك. الله يطول عمرك يا سعد. أنت أبو مسفر لا أنت. من سمح لك بالحديث؟ الأخوي. بالله. والله العظيم. دام أخوك صح ما يحق لك تكلمه. شكرا يا مبارك. يا مرحبا. لا أنت. الصوت حشر. شكرا يا مبارك. مبروك عليك 500. حشر. كيفك؟ طيب إن جاك طيب. الله يجعلك في خير. انتهينا من الثلاثة اللي على يمناي وناخذ الثلاثة اللي على يمناي كذلك. ناصر من 1 يا عيوني إلى 6 ما عدا رقم 4 ورقم 3 ورقم 1. 2 ناصر على البريك. أعطوني رقم 2 يا شباب. إيش يحمل؟ الله الله الله. سؤال بخيارات يا ناصر. قيمته 300 نقطة. معك 30 ثانية. جاهز يا ابوي اقول لك السؤال؟ نعم. سؤالك يقول يا ناصر: ما هو الشيء الذي حرمه الله على نفسه وعلى بني ادم؟
هل هو السرقة، الظلم، الكذب؟ الظلم. ايش قاعد تشوف هناك؟ النظر ما ترماش. احتاج السمع الان، ما احتاج النظر. الظلم. انت ما شاء الله عليك. فسر لي يا طيب يا ناصر، كيف الله حرم الظلم؟ ظلمات يوم القيامة. الله، هي المعلومات والبحر اللي تملكه. إجابة صحيحة. مبروك عليك ال 300 نقطة يا ناصر. نايف؟ بكل بقايا مرحب. عطني رقم يا نايف. ما عدا ما أختير. عطنا 6. رقم 6 لنايف اليامي. أعطوني يا شباب 6 وش يحمل؟ نايف؟ سم. مواجهة. عارف وش يعني مواجهة؟ لا. طيب، المواجهة صديقي نايف الآن في اللحظة هذه، الأوراق هذه ما احنا في حاجتها. عندك 500 نقطة يا صديقي نايف. أباك تلتفت لي على واحد من الرجال اللي معنا على المسرح وتقول له أنت أحتاج 500 نقطة وهي حق لي، وتأخذها منه مع 30 ثانية والوقت بدأ. أقدر أخذ أقل؟ لا والله، هذا سعر السوق. والله إن كلهم غالي. ما يحتاج. وإن سمحت لي في الأمر هذا فماني ماخذ أحد من حد شيء. وإن ما سمحت لك؟ إن شاء الله تسمح لي. ما أقدر يا نايف، عطني اسم خذ منه 500 لا أنت. لأن ما معك خيار مثل المرحلة، المرحلة بإمكانك تبدل أو تبقى. والله إنهم غالي. اسم يا نايف. عطني محمد الودعاني. محمد الودعاني، لا هنت يا محمد. 500 نقطة في صالح نايف في مرحلة المواجهة. محمد كيف أمورك؟ أهلا وسهلا، بشرك. شرفنا البارح صديق الجميع والجميل جدا والرجل شرواكم. من زارك البارح يا محمد؟ إخواني طال عمرك. ومن بكذلك؟ بإخواني جو عند إخواني. مين اللي جاك بالضبط؟ واحد صديق لك جدا. كل بهم أصدقائي. لا، فيهم واحد. أنا أقول كلهم أصدقائي، هم بالنسبة لي كلهم واحد. عطني أسماءهم. أخوي ناسم سيعد، أخوي فيصل المطيري، أخوي ربيع القحطاني، أخوي مشعل العيافي، أخوي فهد العيافي. ونعم فيهم جميعا. يستاهلون جميعا. الثالث من هو؟ ربيع القحطاني. ونعم. يستاهل. فيهم جميع. ربيع هذا أحبه ولا قد واجهته. أحس رجل كذا ما شاء الله تبارك الله، شروه من عندي. استاهل أبو حميد. شرفنا البارح، بس عيونه على العشاء ما كانت طبيعية، ما أدري وش كان يناظر فيه، يحاول يسرق النظر. وفيصل الدبالين جلس له. أقول فيصل، أمس لاحظت حركة غريبة على العشاء أنت. أنت أخبر منا. يقول لي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. لا بس قال لك نظرات أمس غريبة. يمكنني معجب شخصيته مثل ما أنت معجب شخصيته. ممكن ممكن ممكن. بس تواجدك اليوم في المطبخ كان جميل ولا يهون سيف. أنت أجمل، الله يرضى عليك. كان تواجدكم حلو. الله يحييك. الله يجعلكم على القوة. محمد، آخر رقم معنا، أعطوني القالب إيش فيه. 5. نعم. سؤال بمساعدة. سلام محمد. سلام. عندك 1000. جميلة. تتقاسمها مع أحدهم. عطني اسم عشان أعطيكم السؤال وتساعدون فيه. حشر. حشر. جاهز؟ أيوه جاهز. أنت وين رايح يا أبوي؟ أروح له. خلني أقول السؤال، يمكن ما يحتاج تروح، يمكن يجاوب على طول. السؤال يقول: دولة عربية كانت تسمى قديما موزون. موزون؟ هذا السؤال. موزون. موزون. نعم، دولة عربية كانت تسمى قديما بموزون. و30 ثانية. ما في خيارات؟ لا. دولة عربية. نعم. تشاوروا، تبغى تروح له تفضل. نحوذة. هل في الروحة فائدة أصلا؟ إيه حش فيها فائدة. يلا. الوقت يا رجال 15 ثانية. تونس. 6 ثواني. تونس يا محمد؟ توقع والله العلم عند الله سبحانه. أنت ليش رحت؟
حق الضمير، حق الضمير. جيب رفيقي شوي. حق الضمير، إجابة خاطئة. مخصوم منك يا حشر 500 ومنك يا محمد 500. هي عمان. هي موجهة على كلها. لا والله ودي. ناصر عندك المعلومة ذي؟ نعم. اللي هي عمان. إجابة خاطئة يا رجال، وانتهينا من الجولة الأولى مشاهدينا الكرام واللي أنضموا إلينا حديثا. الجولة الأولى أنهيناها ابتداء بسعود وانتهاء وابتداء كذلك بمحمد الودعاني، فالجميع من عندها البداية وليس عندها النهاية. أعطوني يا شباب الآن المراكز، هل الألوان لا زالت على ما هي عليه، الأخضر أخضر أو اختلف وتناوبوا بعد حسبة النقاط حقة الجولة الأولى؟ طبعا مشاهدينا الكرام البرايم قائم على 50% من درجات المسابقة و 50% من درجات البرنامج يشملها الرصيد الخفي. أعطوني الأسماء أو عرضوهم لي على الشاشة، أنا بين يديكم أصدقائي في الكنترول. احسب يا بعدي ولا توقف حسبة. حشر تواجدك جميل، جعل ربي يطول عمرك. كانت أجمل. روحك جميلة، جعل ربي يطول عمرك. عندما أثني فأنا أقصد الجميع طبعا، ولكن الله ساقني لك في هاللحظة. الله، هذا حمد من الله سبحانه. ما رأيك في برامج الواقع بعد تجربة 42 يوم؟ شوف إيش ينقصها؟ كان ينقصها وجودك وربي جابك المجاملة. غير المجاملة هذه ما في مجاملة، ما أعطي الصدق. أنا قد قابلتك في مكان وأنت تدري وين قابلت. ما يحتاج إني أقوله، عاد أنت تدري وش اللي تقابلنا في أطهر بقعة على وجه. هي أطهر بقعة وجهها، ما يحتاج، بس في مكان ونعم قابلنا في مكة يا حشر. طيب أعطوني الأرقام. اللون الأخضر هو عند من؟ شاشة بعيدة عني يا شباب. أعطوني الأخضر لمن؟ سعود لازلت أخضر الأزرق، حشر لازلت في مكانك، الأبيض لازلت يا سالم في مكانك، الأصفر عندك يا نايف، برتقالي ناصر بدل لي مع ناصر لا هنت يا نايف، أما اللون الأحمر فلا زال يملكه محمد مساعد إلى هذه اللحظة. الجولة الثانية يا أصدقائي ننطلق فيها ونقول توكلنا على الله سبحانه. من 1 إلى 6 سعود عطني رقم. شخصت يا سعود. أعطوني رقم 2 يا رجال، خلني أشوف سعود إيش حظه في هاللحظة. سعود رقم 2 يحمل المواجهة. شوف لي رجال من الموجودين وخذ منه 500 نقطة. سالم جديع كأنه تنكد، ما أدري ليه. عطني اسم يا سعود، الوقت يمشي. أقدر أسمه من نفسي؟ لا. خمسة عشر ثانية تقريبا. إذا خلص الوقت يستاهل أطلعك من البرنامج كامل. ناصر البريك. ناصر البريك، مخصوم منك 500 نقطة يا أبوي. لسعود بن علوش، مبروك عليك يا سعود، الله يعوضك يا ناصر. الله الله، أحمد أبو سمرة نور الدنيا. الله الله الله، هذا اللي كان ينقصني اليوم وجودك. منور يا أحمد، الصوت يا سعود منور الدنيا يا أحمد، الله لا يخلينا منك. طيب مبروك عليك يا سعود 500، والله يعوضك يا ناصر. من 1 لين 6 يا حشر، ما عدا ما اختار سعود اللي هو رقم 2 اعتقد. نعم عطني. عطنا 3. عطنا رقم 3 الحشر، وش يحمل يا صديقي؟ سؤال بدون خيارات. احوت قيمته يا حشر 500 نقطة، وسؤالك يقول يا صاحبي ومعك 30 ثانية. سؤال يقول، خلني اجي عندك لأن كأنك تسترق النظر يا رجلي. مرحبا جدا، الله يبقيك. سؤالك يقول يا حشر، ما هو أكثر جزء حساس في جسم الإنسان؟ حساس في جسم الإنسان؟ نعم. العين. أثبت؟ عيونك كانت تعبانة. وجهك قدام؟ العين؟ العين. إجابة خاطئة للأسف يا حشر، هي الشفاه. أشي؟ الشفاه، الشفايف. إيه؟ البراطم بالعامية. العين حساسة. العين حساسة فيما تشاهد. الله يعوضك يا حشر، مخصوم منك 500 نقطة. الله يطول عمرك. سالم يا صاحبي،
من واحد إلى ستة ما عدا ثلاثة واثنين. خمسة. رقم خمسة سالم بن جديع. سالم جيت وجابك الله وجدت لنا، ايش فيك يا سعود تبتسم؟ الله يديم هالابتسامة. سالم مرحلة تقدر تبدل يا اما للاحمر او الاصفر او الاخضر او الابيض، الابيض انت فيه او الازرق، معك 30 ثانية. مكان حشر. مكان حشر ليه يا سالم؟ ما اقدر على بلوش. ما تقدر؟ على ايش؟ اقدر على سعود. افا وحشر؟ حشر رصيده عالي. إيه كيف تدري عن رصيده عالي؟ من علمك؟ لانه كان هنا ثقافة سعود. طيب هذا اعلى بس ثقافته وسط سعود، حشر ثقافته كويس. هذا عربه، هذا ثقافه صغير ما لها دخل. الرجال مخصوم منه 500 قبل شوي عشان العين. هو ماخذ 500 يعني مع 500. ليش ما رحت الاخضر؟ عشان الثقافه ولا عشان سعود؟ صدق ثقافه. من هو؟ ثقافه. حشر ثقافتك عاليه؟ ايش ذا هاي وادي؟ لا ما شاء الله جاوب جاوبين سعود ما هو جاوب. كيف جاوب خطا كلها؟ لا جاوب احمد بن سلمان. الجواب الاول ولي العهد، الجواب الثاني خطا يقول العين. يا اخي ما ادري خلاص. شو كتبت؟ هذا اللي والله اني ما كنت ابغى المرحله والله. مبروك عليك اللون الازرق. نايف اعطني رقم يا سيدي. واحد أربعة ستة. أعطنا واحد والله واحد. سبحانه أعطوني رقم واحد النايف اليامي. سؤال بمساعدة نايف، ألف نقطة من تتقاسمها معه؟ ناصر على بريك. ناصر تقبل بالمقاسمة؟ نعم. توكلنا على الله. سؤالكم يقول يا أصدقائي 30 ثانية، السؤال بدون خيارات، ما الاسم الذي عرف به عالم النباتات أبو محمد عبد الله بن أحمد؟ ما تسوي تفكر ما بتجاوب. لا لا لا. ما الاسم الذي عرف به عالم النباتات أبو محمد عبد الله بن أحمد؟ أبو محمد هذا خيارات؟ لا هو السؤال كامل، هو اسمه ابو محمد عبد الله بن احمد. اللقب حقه صح؟ ايش اللقب حقه؟ عالم نباتات. وعشر ثواني يا نايف وناصر. ما ادري ما ادري. انا حولت عليه لان ادري انه مثقف. يا عيال. اسمه والله انه على بالي، كم باقي؟ انتهى الوقت. وش ايش اللي على بالك؟ والله تلقى اسمه الحين رجع قلب زهرة، خله يلا زهرة خله قرب معها ولا ما تروح بدون جاب. مبروك عليك الخصم 500 يا ناصر، ومبروك عليك الخصم 500 يا نايف. هو ابن البيطار أو البيطار. ابن البيطار الله يحفظه إن شاء الله. يا رب. ناصر عطني رقم يا سيدي. وش بقى؟ بقى عندك على ما أعتقد أربعة وستة. نعم أربعة. رقم أربعة ناصر يا شباب، سؤال بخيارات ناصر قيمته 300 نقطة، وسؤالك يقول يا صاحبي، ما هي كنية رسول الله اللهم صلي وسلم عليه؟ أبو القاسم، أبو عبد الله، أبو إبراهيم؟ أبو القاسم. مبروك عليك 300 نقطة يا ناصر. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله يرحمك الله. برضه انت توقف عند البيبان يا فلاح. انا تمر من عند البيبان. احتريه 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 يطلع انتبه. طيب انتهينا من ناصر. الان محمد. محمد اعتقد ان باقي له سؤال باتصال صح؟ نعم محمد. السلام. من قال سالم يا ابوي؟ سؤال باتصال. انت الدكتور شارك معنا الاسبوع اللي طاف. الله الله. اتوقع انه صاحي ذا اللحظة؟ كون ان شاء الله. تكفى يا دكتور. اعطونا الاتصال بعد اذنكم اخواني في الكنترول. محمد ايش سبب الانحدار الدرجات اللي انت فيه؟ تقدير عزيز الحكي. سبحانه. ولكن في اسباب. كثرة التقارير ولا
إعلانات. كثرة التقارير والإعلانات. الله يبارك لك إن شاء الله ويجعلها ويجعلها واقع. اللهم آمين. اللي ما تنام عين. يا رب. لك أنت والشباب. دكتور. يا مرحبا ومسهلا يا شيخ. أنت خلاص صديق البرنامج. يا مرحبا ومساء خير. الله يهنيك أسعد بكم جميعا وأتمنى لجميع التوفيق. الله يرضى عليك ويطول بعمرك. كيف أمورك؟ عساك مرتاح. بخير وعافية وفضل يا رب. ربوعك بخير. طول لنا في ستر وعافية الله يستر. دكتور لك في المباريات ولا لا؟ والله إني ضعيف جدا يا شيخ. يعني لا مبارك ولا نقول هارد لك بالنسبة لليوم. لا والله إني مالي لكن أشجع الفائزين دائما. الله يجعلنا منهم في عينك وفي عين كل طيب. والواسي الغير. الله يطول بعمرك. دكتور معنا محمد ومعنا سؤال قيمته 500 نقطة. السؤال يقول بدون خيارات طبعا 30 ثانية يا دكتور نفس الأسبوع اللي طاف. من هو الشاعر الذي لقب بشاعر الرسالة؟ وبدأ الوقت يا دكتور. شاعر الرسالة؟ نعم. وش في خيارات تقول لي؟ بدون خيارات يا دكتور. من هو الشاعر الذي لقب بشاعر الرسالة؟ محمد عندك جواب؟ محمد إقبال. أثبت يا دكتور؟ ثبت. إجابة صحيحة. مبروك الـ500. دكتور الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وشرفتنا. الله يسلمك. الشرف لي. الله يسلمك. لا أنت يا دكتور. مبروك يا محمد. محمد كان عندك جواب؟ بيه. كان عندك جواب قبل يجاوب؟ لا بالله ما عندي. سفاني بن مبارك جعله يسلم. آمين. ومن يقول ومن يسمع يا رب العالمين. انتهينا من الجولة الأولى والثانية صديقي المشاهد الجميل جدا. وصلنا إلى ما قبل النهاية تقريبا. ولكن ما أجمل أن تكون النهاية بشيء لله سبحانه وتعالى وبشيء يبقى لنا ويسقى حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. الواحد منا لا اشترى غرسة أو شجرة شافها خضرة كل ما سقاها استانس كيف لكانت عند الله سبحانه وتعالى وجبال من الحسنات وصدقة جارية حتى قيام الساعة. الرسول اللهم صلي وسلم عليه. صلي على الرسول صديقي النجم وصديقي المشاهد. اللهم صلي وسلم عليك يا محمد. يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة فهي رسالة لم تمحى مع الأيام. وحديث للرسول اللهم صلي وسلم عليه لا زلنا نقوله ولا زالت الأجيال القادمة بتقوله حتى قيام الساعة. من الناس أو في ناس الله سبحانه وتعالى يجعل الكلام هذا يمر عليهم مرور عادي وهم يعتبرون من المحرومين. الله لا يجعلني ولا إياك من المحروم يا رب العالمين. 300 ريال أن تكفل فيها يتيم حتى قيام الساعة وفي مكة المكرمة. الأجور مضاعفة. الأرقام على الشاشة، الحسابات على الشاشة، الأسهم على الشاشة. الأمر الآن أن تسمعه وبين يديك والتنفيذ واقف. يا أنك تقوى إبليس أو إبليس يقواك. ولكن بيجي يوم من الأيام أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم جميعا. ما عد بيدك لا تنفيذ ولا شيء. الآن كلنا في هالمسرح وفي البيوت عندنا أماني مفتوح باب الأماني ولا حد يقدر يحده. ولكن بعد موتك هي أمنية وحيدة تتمناها ولن تعود لك مرة أخرى ولن تنفذ. الميت بعد أن يموت يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده للحياة الدنيا لكي يتصدق فقط، مش ليصلي أو لبر والديه بالرغم أنها واجبات وعبادات لا يكتمل الدين إلا بها. ولكن نتكلم عن أمنية ما بعد الموت أنه يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه الحياة ليتصدق فقط. الأمر بين يديكم أصدقائي. كفالة يتيم حتى قيام الساعة ومرافقة للرسول اللهم صلي وسلم عليه بـ300 ريال فقط. الله يقبل منا ومنكم ما نوينا وما فعلنا يا رب العالمين. انتهينا يا حشر. سؤالك اللي قبل شوي ايش تقول؟ وش سؤال؟ بغيت تقول لي شيء قبل أتكلم. والله تكلمت أنت على اليتيم وراح السؤال. أقول يا صديق انتهينا من المرحلتين. عطنا الثالثة. والله الثالثة. إيه؟ بنقول لك فمان الله إن شاء الله. بإذن الله. الله يكتب لي في الخير والخير. إيش فيك يا سعود؟ فمان الله في كل الأحوال. يا أخي في واحد يقول كيف يقال عند الوداع فمان الله؟ وين الأمان والسلامة في وداع المحبين؟ واحد يتكل على الله. سعود سبحانه. نايف أرحب. إيش بغيت من سعود؟ قلت أرفع النظارة فوق. أرفع النظارة فوق يا سعود. حشر دخلت البرايم ظلم وبهتان. انت خالد يقول اصا انا شباب صحه احنا نبغى السلام. دقيقه في كحه كثير. كتمه المسرح صح. جاتني يا عتيبي. فك الناس سام. فك الناس من الوقفه. ايوه يا حشر لبيك.
لو بتودعنا يا حشر ايش حاب تقول؟ وفكني من الكلام التنظيري لاني بأتركك وامشي. والله اشد ما عندي مجامله. اسلم. لين ظهرت يا اخوي يا فالله الله في ريلتي اللي على ما قام ما ادري اقول لكم لانكم اكبر من الامور كلها. سلمت. وباذن الله عرفون حاشر بن حمد الفهاد داعم لكم. ونعم. فريق داعمه وفي كل شيء. وبالنسبه لاخوي اللي ظهرت انا ها في اللي علي انا يا حاشر بن حمد لكم كل اسبوع ان شاء الله بنسق مع الاداره على حسابي لكم كل باذن الله سواء مبادره ولا فعاليات اللي على حسب ما انتم تبغون مني لكم وابشروا بسعادتكم. الحين نبغى نفكر وتيجي تقول كل اسبوع لا ابغاهم طعمك يشتغلون حتى لو ماني موجود من غير شر والله. اعطوني المراكز بعد الجوله الثانيه يا شباب. الاخضر عند من؟ سعود هذا وجهك؟ جميل من بعيد. الازرق هو عند سالم جديع. محمد الودعاني تعالني ابيض لا انت بدل مع حشر. ناصر في الاحمر ونايف في البرتقالي. وانت في الاصفر يا حشر. حيدر عينك وما اقرف جنبك. الله صديقي ناصر ماذا حدث؟ الصوت يا سالم ماذا حدث؟ مدري كنت متفائل انك ما بتطلع ولا الحين متفائل ولا زلت؟ نعم. سبب الفائل خلني اعيش معه؟ مدري اللي بقوله لك وين طلعت انا؟ لا لا انا باقي ما جيت عن سؤال الخروج. تجي ها انا بجي ان شاء الله بس الان انت متفائل ببقائك. نعم. غذيني غذ المشاهد. من اين تستقي وش هو نهرك؟ من اسمي اللي هو ناصر. نعم. يعني اي ناصر المفروض يكون متفائل. نعم الاسم كامل لك. وزياد هذا انت زياد ايش رايك؟ صياد. ايوه بالضبط صياد. عندك مشكله مع خلقة الله؟ لا انا ما اعترف بس اتمنى ان الحلقه الجايه لا تغيب عن الوعي. اتمنى لأنك اذا غبت عن الوعي وقابلت شخص يغيب عن الوعي زيك مع عبد الله الجميري تقومون تقولون كلام غير محسوب يعني. شوف انا خذ النصيحه بدون تعبير. طب نايف ماذا لو كنت مغادرا يا قلبي ايش حاب تقول؟ قدمت اللي يرضي الله سبحانه. سبحانه. وقفت مع اخوياي وقفت ترضيني اول شيء. والله اني متضايقه من وقفتي هنا بينهم. ليه؟ لاني ادري اما بنجبر على اخصم على واحد منهم ولا مواجهه ولا مرحله. دخلت ببيض وجه ودي اظهر مثله. ناوي تظهر الان؟ دخلت ببيض وجه وناوي اطلع مثله. جعله دايم. ودي اطلع بشيء يبيض وجهي اليوم ولا بكره ولا الاسبوع ما ندري متى. متى الخاطر يعيف الشيء يا نايف؟ وتقول عافك الخاطر. عافك الخاطر؟ او لمن تقال؟ ما سمح ما سمحت خلاص عايف. اي سماح يلحق عوف. نعم اذا سمحت. اذا قصدي اذا سمحت يعني اذا كررت. طيب اذا اعتذرت؟ اذا اعتذرت نعم الاعتذار من شيء من شيء من الرجال. واذا اعتذرت عادني ما اني مع رفيقي. واذا اعتذرت على غير خطا؟ اعتذرت على غير خطا طيب من راسي. يعوف الخاطر بعدها؟ لا هو بعايف. أحياناً الوقت والأيام تجبرنا على البقاء مع كاميرات ما ودنا نبقى معها ولكن مجبورين. هذا الكلام وسياسة برنامج ولها التقدير والشيمة. جاني اللي مثلك يكثرون يا نايف. الله يقبلك. حشر خلاص. سعود لبيت منا يا حشر. سعود وش قال قلبه في هاللحظة سعود لو كان مغادر؟ نفس كلام الحلقة اللي صارت. نسيته عيده؟ دخلت و تذكرته خلاص ما احتاجه. سالم اول عزم يا خلي الضيق. ماذا لو كنت مغادر؟ الصوت الصوت يا نايف يا ناصر. ماذا لو كنت مغادر يا سالم؟ انا اقول ما عاد يغريني اللي كان يغريني. ظاهر اني كبرت اكثر من اللازم. اللهم لك الحمد على كل حال ان بقيت هذا
توفيق من ربي ومشيت فهذا توفيق من ربي وبداية الخير إن شاء الله. ضميان؟ لا توني شربت موي. شربت وانت واقف صح؟ خطأ. روح اجلس واشرب ونجالس ومبروك العودة. احتاجك. احتاجني فخ ونور كتمت كده. سلطان سلطان تعني له انت ابوي تعال. جالس تقول سالم الحمد لله على السلامة وش صار عليه حادث ولا ايش؟ والله ما ادري كان الوضع ما يحتمل الضحك الله يرضى عليك. لا ادري ولكن والله انا ما ادري ايش اقول لك الشعور انه ما هم مختبص. ما ادري كيف اعبر. غالبا الشخص اللي يقال الحمد لله على السلامة كان فيه شر. هل تعتبر وجودي شر؟ لا والله ما يا رجال الصوت رجاء. هل تعتبر وجودي شر؟ شوف ما هو بشر. الاعلامي محاسب على ما يقول. قلت الحمد لله على السلامة يعني من ايش؟ والله ما ادري اني قلت الحمد لله على السلامة. لا تقولها. ابشر. الابتسامة لا انت مسكرها بس. ابشر. تفضل لا انت. الله يرضى عليك. حبيبي يا سالم. سلطان عفوا. لا يا حشر. سعود. وجودك جميل. الله يطول عمرك. ناصر ودك على اللي بيودع ولا ارجع شخص؟ يرجع. يرجع شخص؟ نعم. اذا بكل حب استودع الله سبحانه وتعالى النجم حشر للبرنامج. مبروك العودة يا حشر. الحمد لله على السلامة. امون عليك يا زياد. لبيك. قوتك اخذ واحد معي. لا لا. الله يبقيك. مبروك يا حشر. مبروك يا سالم. عودتكم للبرنامج وقدامكم اسبوع اتمنى عدم شوفتكم مره ثانيه في البرايم. اعطوا المساحه لغيركم. الله يبقيك. ليصعد الادرينالين في جسده. سعود. أعلم مغادر ولا عائد؟ إن شاء الله اللي هو. أنت شو خاطرك؟ رحت وين جلست كلها. لا لا أنا قاعد أشاورك أنا كخوي في البرايم. ودك أعلن واحد يرجع ولا اللي بيودع؟ والله اللي تبي. بلغ. بلغ له أنت. أعطوني ناصر البريك على الكاميرا. شفيك؟ اسند علي عايدي. اسلم. شفيك؟ ايه؟ بارك الناصر العودة. شكرا.
مرحبا. ناصر صبيه مبروك العودة. بارك فيك. نعم جيب الصوت. مبروك يا ناصر. مبروك صديقي سالم. مبروك صديقي حشر. أرجع. محمد ونايف وسعود. أعطوني مساحة بينكم لا أنتوا. وعمرك يطول. سعود. إيش يحدثك الخاطر في هاللحظة؟ ولا أعتقد أنك بتوصل لصدق مثل هاللحظة. والله دعوة بسيطة لكني استأنست زيادة يوم ناصر رجع. ورق صورة في باقي. ناصر استأنس؟ إي بالله استأنس. يقول استأنس أنك رجعت. لبة تبدك. هل لو رجع بتكون مستأنس؟ لا. إذا مبروك العودة يا سعود. لبيه محمد. شباب كيف يجي لكم نفس تفرحون وفي شخص بيودع؟ غريبين. خلا ما يفرحون ساعة تلبس لا تفوتك. نايف كنت أسمع بالقبول لين شفتك وآمنت به. يا رب. محمد كنت أسمع ببلاغة اللسان اللي شفتك وآمنت فيها. الحمد لله. اكتفيت يا أبو إيش يا محمد؟ أبو مساعد. أبو مساعد اكتفيت؟ لا بالله ما اكتفيت. فلئن بقيت ولا أصنعن عجائبا ولو بكمن بلاغة الفصحاء. اكتفيت يا نايف؟ نحمد الله ونشكره قدمنا اللي علينا إن بقينا عند أخواننا ورجعنا في الهمة. خلاص بدأ البرنامج يضيق يا شباب وبدأ المسار يضيق كذلك. البرايمات أو الخروج مثل السبحة لا طلعت خرزة لحقتها الباقية. والسبحة غالية في يد الرجال ومن نودع هو غالي كذلك. بس نصيحة وهمسة بسيطة جدا، لا تكترث لوساوس الشيطان في البرنامج، لا تشيل في خاطرك على أحد من أخوانك أو أخوياك. كل اللحظات مسموح فيها الاعتذار إلا لحظة واحدة، لحظة لا قالوا فلان مات. هذه اللحظة ما فيها وداع نهائيا أو ما فيها اعتذار. حياتنا في البرنامج هي حياة مصغرة، كل أسبوع بنقول لشخص في أمان الله، والاعتذار إذا ما جاء في البرنامج بعده ما عاد له قيمة في عيني. وأتكلم عن نفسي أنا لو كنت مشارك أو مريت بتجربة مثل هذه سابقة. فمان الله نقولها اليوم شبيهتها فمان الله كبيرة، لكن الله يجيب هذيك اللحظة والجميع راضي عنا يا رب، وأولهم الله سبحانه وتعالى. أنا حرفيا واقف اليوم كأني في البرايم الأخير، على يميني جبل وعلى يميني كذلك جبل. أعتذر
على خطأ أعتقد أن ما أخطأ فيه، ولكن الاعتذار من شيء من الرجال. وفي اللحظة هذه أقول له بكل حب، نستودعك الله سبحانه وتعالى يا النايف نايف اليامي في أمان الله. حب حب الله يوفق وراك مسيرة قدم. حزن ولا حد يضيق، انا ما عندي الا العافيه وانا اخيكم وابشروا بسعادتكم. اولا اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله رب العالمين. هذا امر مكتوب. اخواني المطالب كلهم ولا حد يبقى هنا، تعال هنا يا فيصل انت وسلطان عبد الله، تعال هنا، قم يا حشر قم هنا، تعال هنا لا تجلس. اولا الحمد لله رب العالمين، دخلت بين مطاليق وحمران عيون، والله اني احسب ما حد بقادر فيني الا الله سبحانه، لكن دخلت عينت رجاجي صبيان مطاليق وحمران عيون كلكم، والله اني صادق، ودخلت بينكم واخوان اللي كل بيكم، وجات بيننا مواقف طيبه وروسكم طيبه. انا بقول كلمتين بسيطه، دام العين تقبل الدواء داوها، اخيك الرجال ولا رفيقك اللي معك في البرنامج لا تخسر، تساعدوا تسامحوا، دام الزله جاتكم ولا شيء بسيط فاسمح وادمح. الرجال هنا لكم، عاد باقي لكم الا 30 يوم ولا 20 يوم، اظهر بجميل والحمد لله رب العالمين. والله ثم والله ثم والله ان ماني متندم ولا اني بزعلان على شيء، لاني اعرف نفسي زين، دخلت ابيض وجهه وبظهر مثله والحمد لله. وابشروا بي يا النجران، وابشروا بي يا والدي نفداك بالشيمه وبالقيمه وبالاحترام، ونحمد الله ونشكره. الله يجمل حالكم جميع، والله لا يهينكم ولا حد حزن علي، انا اخيكم
والله ما خليكم اليوم ودوم، وابشروا بسعادتكم والحمد لله رب العالمين. والله يبيض وجيهكم ان شاء الله، والله لا يهينكم، والله العظيم انكم غاليين كلكم، والله اني صادق ما فيكم واحد نقول انها ضعيف رابعه. وصيتي لك يا ابو عاصم، انت بينا واخينا الكبير في قدرك ومقامك، اكثر رجال قد جاك انا واظهر من عندك وراسي مرتفع ووجهي يضحك، واجعل ربي يطول عمرك. لا انت ولا فيصل بن علمان ولا عبد الواحد ولا نايف بن ثامر ولا عبد الله الحربي ولا عبد الله العتيبي ولا سعود بن علوش ولا ناصر البريك ولا اخي الكبير ابو فهيد عبد الاله بن ردعان ولا فايز الشهراني ولا سيف لاكلبي ومحمد الودعاني يا اخي الغالي الجبل سعد، ولا محمد بن مسفر ولا تركي السبيعي ولا سالم بن جديع ولا سالم الغامدي ولا اخي الغالي شنار ولا مناحي الرجباني وفيصل الحازم وابراهيم بن عواد وسيف سالم حزامي وسيف وحشره الفهادي حزام الثاني واخي الكبير الغالي سلطان البريك بيضان وجيهم كلهم، وذكرت اساميهم والله انهم غالي. اللهم لك الحمد. اما حد في خاطر علي شيء انا بقول كلمه النخيله ثم بعدها فمان الله، واتمنى اني ما قدمت الا اللي يرضيكم، اتمنى ان كلني يسامحني من اخوياي والمقدمين والمتابعين واللي برا واللي داخل واللي من اول ومن تالي. الحمد لله رب العالمين قدمت اللي علي، وابشروا بسعادكم، وانا اخيكم وانا طالبكم وبوجه الله وذا جاهي اي شيء تحتاجونه تكلموني فيه، وانا اخيكم الصغير مجالسي في نجران مفتوحه وضيافات وبيوتنا ومرحبا ومسهلا وفمان الله ودناكم الله، يجعل ربي يطول اعماركم ان شاء الله. والله لا يهين وهي من عبرة ما هي مثل العبار يا رفيق العمر والعمر رحلة عبور أنا شوفك على طول المسافة عمور وحشتي الفرقة وكبت الشعور